السلام عليكم، الأخبار معاكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. دلوقتي هنكمل بقى محاضرة الميكانيكس من حيث ما وقفنا في بارت 1. تمام، آخر حاجة وقفنا عندها كانت السباين كورفاتشر. تمام، وعرفنا إن في السباين كان الأول كيفوتك، وبعدين منه أجزاء بقت لوردوتك، وفي حاجات سميناها برايمري وحاجات سميناها سكندري. تمام، هنبدأ نكمل باقي المحاضرة. أول حاجة هنبدأ فيها في بارت 2 هو أنواع الجوينتس اللي عندي في السباين. تمام، عندي نوعين من الجوينتس الموجودة في السباين، حاجة اسمها الانتر فيرتيبرال جوينتس، تمام، وحاجة اسمها الزيجابوفيجيال جوينت. تمام، الزيجابوفيجيال جوينت، ما تستغربش الاسم لأن أصلا مقطع زيجا ده اللي في الأول. تمام، المقطع ده معناه اتنين أو معناه جمع. تمام، فالزيجابوفيجيال جوينت هو الأبوفيجيال جوينت، هو الفاسد جوينت. تمام، وعندي ايه الانتر فيرتيبرال جوينت. طيب الانتر فيرتيبرال جوينت ده تكوينه ازاي، اتكون ازاي، بنسميه اصلا انتر فيرتيبرال ليه؟ تمام، بنيجي تيجي فقره، تمام، ادي البادي بتاعها مثلا، وفقره تانية فوقيها بالبادي بتاعها. الفقرتين دول بيتكون وسطهم ديسك، حاجه اسمها الانتر فيرتيبرال ديسك، ده بيبقى كارتريج. فالثلاث اجزاء دول يجتمعوا مع بعض يكونوا الانتر فيرتيبرال جوينت. تمام، يبقى عندي الانتر فيرتيبرال جوينت بيتكون من بادي بتاع فقرة من فوق، وبادي بتاع فقرة من تحت، ووسطهم انترفيرتيبرال ديسك. فالثلاثة دول يعملوا لي ايه؟ انترفيرتيبرال جوينت. تمام، طيب نيجي ندخل على الثاني اللي هو الزيجوبوفيشال جوينت او الفاسيت جوينت. تمام، فالفاسيت جوينت ده بيبقى عندي منه اتنين في الفقرة الواحدة، يعني ما بين كل فقرتين، تمام، بيبقى فيه اتنين فاسيت جوينت. يعني ادي فقرة من فوق، تمام، وفقرة تاني تحتها، وبيبقى فيها طبعا السوبيريور ارتيكولار فيست والانفيريور ارتيكولار فيست. تمام، فكل فقرتين مع بعض بيعملوا تو فاست جوينت، او تو ابوفيجر جوينت او زيجا ابوفيجر جوينت. تمام، طيب ازاي بيتكون ده؟ مثلا عندنا في هنا ارتيكولار انفيريور ارتيكولار فيست بتاع الفقره اللي فوق مع سوبيريور ارتيكولار فيست بتاع الفقره اللي تحت، اتنين يجتمعوا مع بعض، تمام، يكونوا لي ايه؟ الابوفيجر جوينت او الفاست جوينت. طبعا بيبقى في عندك واحد فاست جوينت في الرايت وواحد فاست جوينت ايه في الليفت، فبيبقى عندك اتنين ما بين كل فقرتين. تمام، طيب كده احنا عرفنا تركيب الجوينتس الموجوده. شوف السلايد اللي بعدها، هنا بيتكلم معايا عن الفاست جوينت او الابيفيجر جوينت، وهنا هنراجع برضو التركيب بتاعه على الصوره. تمام، ادي مثلا عندك الفقره السوبيرو اللي فوق، وادي الفقره الانفيرور. تمام، ادي هنا عندك انفيرور ارتيكولار فاست، ودي سوبيرو ارتيكولار فاست، اتنين بيجتمعوا مع بعض يعملوا لي مين؟ يعملوا لي فاست جوينت او الابيفيجر جوينت. تمام، وهنا في ليجامنت، لو فاكرين الليجامنت ده اسمه ايه؟ اسمه الكابسولار ليجامنت. تمام، ده كان من الليجامنت اللي موجوده في السباين، وده زي ما قلت لك ان هو بيبقى حوالين الفاسيت جوينت او الابوفيجر جوينت. تمام، طيب قال لك الابوفيجر جوينت ده او الفاسيت جوينت ده في حاجه اسمها ايه؟ طبعا بيبقى مغطى بالهايلاين كارترج، في حاجه ما بين الهايلاين كارترج ده، حاجه اسمها ايه؟ التابس اوف الساينوفيوم. تمام، دي حاجه عامله زي ايه؟ زي الساينوفيوري فلويد بس على شكل تابس. تمام، ايه وظيفتها دي؟ وظيفتها ان هي ايه؟ تعمل لك اكسترا شوك ابزوربشن، ان هي بس يعني ايه؟ بتضيف حمايه اكتر، وبتمتص صدمات اكتر، يعني تدي للجوينت ان هو يقدر يمتص صدمات اكتر ايه؟ من المتوقع، فاهمني؟ بس دي اللي موجوده ايه؟ في السلايد دي. طيب الجزئيه اللي بعد كده هي الفاست اورينتيشن، ولا ثواني كده قبل ما ندخل على الفاست اورينتيشن، عشان في سلايد محذوفه من البي دي اف ده اللي انا بشرح من البي دي اف القديم. تمام، السلايد دي جبتها ايه من الريكورد بتاع المنصه. طيب في حاجه بسميها ايه؟ بسميها الفاكتورز اللي بتاثر على الموشن بتاعت السباين. الفاكتورز اللي بتاثر عندي على السباينال موشن او حركه السباين هم خمسه فاكتورز. تمام، اول فاكتور هو الفاسيت جوينت والاورينتيشن بتاعته. الاورينتيشن اللي هو زاويه ميل الفاسيت جوينت، الفاسيت جوينت محطوط ازاي بالنسبه للهورزونتال بلين؟ هل هو مثلا جاي واقف؟ هل هو جاي مثلا بطول الهورزونتال بلين مع نفس المستوى بتاع الهورزونتال بلين، ولا جاي بزاويه؟ دي بتفرق بقى ايه في الحركه، الحركات المسموحه اللي بيعملها السباين. تمام، طيب تاني حاجه عندي اللي هي السايز. تمام، السايز بتاع الانترفيرتيبرال ديسك. تمام، حجم الانترفيرتيبرال ديسك ده سواء صغير او كبير بيأثر معايا برضه في الحركه. شكل الفيرتبري نفسه، الفيرتبري هل ليها بادي ولا ملهاش؟ طب ليها ترانسفيرس بروسس ولا ملهاش؟ كل ده بيأثر ايه في الحركه بتاعتي. يعني مثلا زي اول فيرتبري اللي هي السي 1 دي ممكن ملهاش بادي. تمام، دي مش ملهاش بادي اصلا، فالحركه بتاعتها ايه؟ سهله خالص. لا، اللمبر فيها البادي وفيها كل حاجه، فالحركه بتاعتها محدوده شويه. تمام، طيب اللوكال ماسل اكشن، الماسل اللي حوالين الفيرتبري ديت او حوالين السباين اللي ماسكاه، الاكشن بتاعها هو اللي بيحدد حركه السباين. تمام، يعني في مصل بتعمل لك ايه؟ سايد بيندنج مثلا.
تمام، في مصر بتعمل لك فليكشن، فده كله ايه بيأثر على ايه الحركة بتاعة السباين. الاتاشمنت اللي بتاع الليجامنت تمام والريبس، اتصال الضروع والاوتار اللي موجودة حوالين ايه السباين، دي برضو ايه بتأثر في الحركة بتاعته تمام. طيب هندخل بقى على ايه السلايد اللي بعد كده، هنتكلم عن الفاسيت اورينتيشن. طيب ايه هو الفاسيت اورينتيشن؟ الفاسيت اورينتيشن هي زاويه ميل الفاسيت جوينت بالنسبه لمين؟ بالنسبه للترانسفيرس بلين تمام. طيب لو فاكرين الفاسيت اورينتيشن دي كانت واحده من الفاكتورز اللي بتاثر على الموشن بتاعت السباين تمام. طيب انا دلوقتي جيت ادي ترانسفيرس بلين وشفت الاورينتيشن او شفت الفاسيت جوينت وضعه ازاي في كل فقره او كل ريجون، وحددت الارقام اللي انتم شايفينها على السلايد دي 45 60 90. يعني مثلا انا عندي ايه، عندي تلات مناطق حددت فيهم اللي هي السيرفايكل والسوركس واللمبر تمام. ادي ايه الترانسفيرس بلين او الهوريزونتال بلين تمام، وجيت شفت السيرفايكل سباين شكلهم ايه، الفاسيت جوينت بتاعهم واخد وضع ايه تمام، فلقيته ايه ان هو مايل بالزاويه دي، فلما جيت استاهل لقيتها 45 تمام. ونفس الكلام مع السوركس مثلا، نفس الكلام مع اللمبر تمام. طيب خد دي عندك، كل ما تكون الزاويه بتاعت الفاسيت جوينت بالنسبه للترانسفيرس بلين اقل تمام، كل ما يكون في فليكسبل في الحركه، كل ما يكون يسمح بحركه اكتر. يعني مثلا عندك اللمبر سباين 90 درجه تمام، فادي ادي ايه ترانسفيرس بلين، فاللمبر سباين جاي كده فيرتيكال، الفاسيت جوينت بتاعها جاي وضعه ان هو جاي فيرتيكال واقف كده تمام، فبالتالي مش هيسمح باي روتيشن او الروتيشن بتاعه قليل تمام، فبالتالي هو بيستخدم اللمبر سباين محطوطه كاستابيليتي اكتر مش موبيليتي تمام. طيب السوركس سباين جايه 60 درجه زي كده، جايه كده شبه ايه، شبه مايله تمام. طيب السيرفايكال سباين جايه 45 درجه تمام، فكل ما الزاويه تكون بالنسبه للترانسفيرس بلين اقل، كل ما يكون فيها ايه حركه اكتر تمام. طيب او تديك ايه فريدوم في الموفمنت ماشي. هنا برضو ايه ادي صوره توضيحيه ايه لنفس اللي قلناه، ادي بالنسبه لي الترانسفيرس بلين، ودول مين؟ دول السيرفايكال سباين عشان عامله 45 درجه، هنا دي السوركس سباين عامله 60 درجه، وهنا ايه اللمبر سباين عامله ايه 90 درجه، الفاسيت جوينت جاي شبه واقف تمام او واقف حرفيا. يعني هنا برضو ايه جايب لي الاورينتيشن بس بنسبه ايه، بالنسبه للفرونت بلين، خلي بالك عشان ما العبلكش بالارقام، هو جايبها في صوره بس ممكن يجيبها في سؤال. يعني عندك السيرفايكال سباين بالنسبه للفرونت بلين الاورينتيشن بتاعها 0 تمام، السوركس بالنسبه للفرونت بلين 20، اللمبر بالنسبه للفرونت بلين 45 تمام، الامور اتعكست تمام. اما بالنسبه للترانزفيرس واللي هم مكتوبين فعليا وهيجوا ان شاء الله، يعني هتلاقيهم سؤال اكيد اللي هو بالنسبه لك هيبقى السيرفايكال 45 درجه والسورك 60 واللمبر 90 درجه تمام. هنا في السلايد دي بيبدا يتكلم لي عن الفاسيت جوينت بلين اورينتيشن، معناه ايه الكلام ده، او بيبدا يتكلم لي عن ايه في السلايد دي، بيتكلم لي عن وضع الفاسيت جوينت ازاي وازاي بيأثر على الحركه اللي انا لسه شرحه لكم، وبرضه هجيب لكم صور تشريحيه جايبها من برنامج الاناتومي تمام، وهوريكم وضع الجوينت في الفقرات عامل ازاي، وليه وضع الجوينت ده بيسمح لي بحركه ووضع الجوينت ده ما بيسمحليش بحركه تمام. استنى اعرض لك بس الصور، ادي عندي مثلا ديت السيرفايكال سباين تمام، نكبرها شويه، وهنا عندي مين السوركس، دي اللمبر سباين ديت تمام، وهنا عندي مين، عندي السوركس سباين. طيب تعال نبص على ايه وضع الجوينت بتاع كل واحده، وهنرسم الترانسفيرس بلين اس بي. ادي الفاسيت جوينت في مين، في السيرفايكال تمام، دي هنكتب عليها ايه من فوق السيرفايكال، وديت ايه السوركس، وديت اللمبر تمام. هنا ده عندي ايه الوضع بتاع الفاسيت جوينت بالنسبه للترانسفيرس بلين، انا هرسم الترانسفيرس بلين اهو تمام، يكشف يكون واضح بس عشان ايه الخلفيه سوداء برضه تمام. وادي الجوينت، شايف شكل الجوينت جاي ازاي، شايف وضع الجوينت اصلا جاي ازاي، جاي مايل تمام، فهو مايل بالنسبه للترانسفيرس بلين وعامل زاويه 45، فبالتالي بيسمح لي بحركه اكتر تمام. طيب وبالذات حركه الروتيشن، حركه الاكسيال روتيشن، بالذات في حركه الاكسيال روتيشن، كل ما يكون الجوينت مايل وجاي في ناحيه الهوريزونتال، جاي كده ايه زي ما تحسوا نايم اصلا تمام، فكل ما ايه بيسمح بحركه روتيشن اكتر تمام. طيب بالنسبه للسوركس زي ما احنا شايفين، ادي لو رسمنا ايه هوريزونتال بلين، وادي ايه الفاسيت جوينت، شوف جاي الميل بتاعه كده،
فجاي عامل لي ايه زاويه 60، فبالتالي بيسمح حركه روتيشن اقل. طيب هنا اللمبر سباين شايف اصلا انت الفاس الجوينت جاي واقف، يعني جاي شبه واقف، فاهم؟ اهو عامل زي كانه عامل 90 درجه، تمام. فبالتالي ايه بنبص على اللمبر سباين كانها ايه ستابيليتي اكتر مش موبيليتي، مش بتسمح باكثر روتيشن، تمام. وده ايه الفرق ما بين كل فاس جوينت في كل منطقه على الاناتومي. ادينا وريتهم لك وان شاء الله ايه يكونوا ايه توضحوا اكتر بالنسبه لك، تمام. طيب الجزئيه دي كانت مش موجوده في البي دي اف فهنلغيها، هنعملها سكيب. عندي بعدين حاجه اسمها الفانكشن سباينال يونت، تمام. الفانكشن سباينال يونت دي ايه؟ عارف انت ان احنا السباين بتاعنا مش كله حته واحده على بعض، تمام. ده هي فقرات فوق فقرات فوق فقرات، فبايه السباين، فكل فقرتين مع بعض بيعملوا انتر فيرتيبرال ديسك والفاسج جوينت، اتنين فاسج جوينت. فالاتنين دول مع بعض بسميهم بالجوينت بتاعهم بخالص بسميهم ايه؟ بسميهم فانكشن سباينال يونت، تمام. طيب الحركه اللي بتحصل في السباين بتحصل ازاي؟ بتحصل ان فانكشن سباينال يونت بتعمل حركه وفانكشن سباينال يونت الثاني فهو بتعمل حركه وكذا وكذا، والحركه دي تتجمع مع بعض فتديني ايه الحركه اللي انا عاوزها. يعني مثلا انا عاوز اعمل فليكشن في السباين، فيجي مثلا عندك L1 وL2 بيعملوا له فليكشن، واللي فوقيهم مثلا T12 وT11 بيعملوا له فليكشن، ودي فليكشن ودي فليكشن، فبالتالي بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي الفليكشن اللي انا عاوزه، تمام؟ طيب في حاجه تانية برضو ايه بنوضحها، بيقول لك اوضحها لك على الصوره اللي بعدها احسن، تمام؟ ادي مثلا دي فانكشن يونت، تمام؟ ادي L1 وL2 وادي ايه الانترفيرتيبرال ديسك اللي ما بينهم وادي فاس جوينت. الفقرتين دول والجوينتين دول مع بعض، تمام، كل ده على بعضه اسمه ايه؟ فانكشنال يونت، تمام. طيب لما تيجي انت وزن جسمك بيقول لك ان البادي بتشيل 70% من وزن جسمك، تمام، او الاسترس اللي واقع على سباينال كورد عموما، البادي بتاع الفيرتبري بتشيل 70% منه. طيب الفاسيت جوينت بيشيل 30% بس، تمام. طيب ودي هنا بيقول لك ان يعني ال L1 وال L2 جنكشن دي تعتبر موديل على الفريدم او موديل على الفانكشن يونت بتاعت السباين، تمام. هنا برضو ايه نفس الصوره بتوضح لك الفانكشن سباينال يونت زي ما قلنا، الفيرتبري مع الفيرتبري والجوينت اللي ما بينهم والفاسيت جوينت من ناحيتين بيعملوا ايه الفانكشن سباينال يونت، وادي ايه بتمثل لك الضغط الواقع على السباين. 30% بيشيلوا مين؟ بيشيلوا الفاسيت جوينت، و70% بتشيلوا الانترفيرتبرال ديسك اللي هو ايه الانترفيرتبرال جوينت، تمام، او البادي بتاع السباين، البادي بتاع الفيرتبري. عن السباين ستابيليتي والبالانس موشن، تمام، هتكلم عن الاستابيليتي بتاعت السباين والبالانس بتاعته، تمام. طيب عندي حاجه اسمها الجنرال سباين ستابيليتي، وحاجه عندي اسمها الاستاتيك بالانس. عموما الاستابيليتي دي بتبقى مسؤول عنها المسلز، تمام، وبرضه شويه فاكتورز هنعرفها في السلايد اللي بعده. وبعدين عندي حاجه اسمها الاستاتيك بالانس وفي حاجه اسمها دايناميك بالانس. طيب الاستاتيك بالانس ايه المسؤول عنه باختصار؟ مسؤول عنه الليجامنت، حركه الليجامنت، تمام. الليجامنت الموجود هو الموجود عن الاستاتيك بالانس. طيب لو قال لي دايناميك بالانس عشان الدكتور دي قالها في المحاضره مش مكتوبه في حتى في البي دي اف الجديد، تمام. الدايناميك بالانس ده مسؤول عنه حركه المسل، تمام، مسؤول عنه المسل، تمام. طيب هندخل نتكلم بقى عن الاستابيليتي والفاكتور اللي بتاثر عليها، تمام. عندي اربع فاكتور بتاثر على الاستابيليتي، تمام. حاجه اسمها باسيف فاكتور، باسيف يعني موجوده، مش بتبذل اي جهد عشان تعمل استابيليتي، هي اوريدي موجوده، تمام. وحاجه عندي دايناميك، وحاجه عندي اكتيف وهيدرو دايناميك، تمام. طيب الباسيف استابلايزر ديت بيبقى بتتمثل في ايه؟ في الشيب والسايز بتاع الفيرتبري نفسها، والشيب والسايز والاورينتيشن بتاعه الفاسج جوينت، تمام. يعني الباسيف استابلايزر عباره عن الفيرتبري والفاسج جوينت، تمام. شكل الفيرتبري حجمها قد ايه والاورينتيشن بتاع الفاسج جوينت. طبعا قلت لك ان الاورينتيشن بتاع الفاسج جوينت بالنسبه للترانزفيرس بلين كل ما يبقى اكبر كل ما بيعمل لي ايه ستابيليتي اكتر، ودليل ده على كده ايه اللمبر سباين، تمام، الاورينتيشن بتاعها 90 درجه فبالتالي مديني ستابيليتي اكتر، تمام. طيب الديناميك استابلايزر، الديناميك استابلايزر دي بتبقى بواسطه ايه؟ بواسطه الحاجات الكونكتيف تيشو، بمعنى صح التيشوز، تمام، بواسطه الليجامنت والكبسول والانيلوس فايبر، تمام. الديناميك استابلايزر بواسطه الليجامنت والكبسول والانيلوس فايبر. ما تلخبطش ما بين الديناميك استابلايزر والديناميك بالانس، تمام. الديناميك بالانس ده اللي هو التوازن، فده مسؤول عنه الماسل، اما الديناميك استابلايزر المسؤول عن الاستابيليتي اللي هي مين؟ الليجامنت والكبسول والانيلوس فايبر.
طيب الاكتيف ستابلايزر تمام اللي مسؤول عن الاستابيليتي اللي هي متمثله في الماسكولار سيستم اللي حوالين السباين تمام اللي هي سباين بارا سباينال ماسلز واللاتس والحاجات دي كلها الحاجات اللي كلها حوالين السباين دي مسؤوله عن مين عن الاستابلايز بتاعه او عن الاستابيليتي بتاعته. طيب بعدين عندي هيدروداينامك ستابلايزر ودي مسؤوله عن مسؤول عنها النيوكليوس بالبوسس تمام. طيب السلايد اللي بعده بعدين بنتكلم عن السيجمنتال موشن اوف السباين تمام او ايه الحركات المسموحه في السباين. طيب السباين بيوفر لي 6 ديجري اوف فريدم تمام 6 ديجري اوف فريدم. طيب ايه هم 6 ديجري اوف فريدم؟ ثلاث حركات ترانسليشن وثلاث حركات روتيشن. ثلاث حركات ترانسليشن وثلاث حركات روتيشن. طيب ايه الثلاث حركات ترانسليشن تمام ان هم اصلا مش موجودين بالتفصيل في دي تمام فايه هي موجوده في البي دي اف اللي هينزل جديد بس للاسف اتاخر الدكتور ينزله فانا شرحت من القديم تمام. طيب التلات حركات الترانسليشن تمام هما الانتيرور والبستيرور ترانسليشن انتيرور بستيريو بجمعهم على بعض انتيرور بستيريو تمام وسوبيريور انفيريور ترانسليشن واللاترال ميديال ترانسليشن تمام. يبقى عندي تلات حركات ترانسليشن او 3 ديجري فريدم تبع الترانسليشن لوحده الانتيرور بستيريو ترانسليشن السوبيريور انفيريور ترانسليشن واللاترال ميديال ترانسليشن تمام. طب عندي تلات حركات الروتيشن اللي احنا عارفينهم من العاديين اللي هم فليكشن اكستنشن ادي حركه و واللاترال فليكشن تمام او السايد بيندنج تمام دي حركه واخر حركه اللي هي الاكسل روتيشن تمام. يبقى انا عندي ثلاثه تبع ترانسليشن ثلاثه تبع الروتيشن. ثلاثه ترانسليشن زي ما قلنا انترو بستيريو ترانسليشن وسوبيريو انفيريو ترانسليشن ولاترال ميديال ترانسليشن تمام. اما الثلاثه التانيين اللي هم العاديين فليكشن واكستنشن ادي واحده وعندك ممكن اقول رايت لاترال فليكشن او ليفت لاترال فليكشن ادي واحده وعندك ايه اما رايت روتيشن اما ليفت روتيشن دي ادي ايه ادي واحده تمام كده ايه عند 6 ديجري اوف فريدم. بعد كده بنتكلم عن السباينال كاينيماتكس تمام او الكاينيماتكس اوف السباين. طبعا الكاينيماتكس عندي الاوستو كاينيماتك والارثو كاينيماتك. هنتكلم اول حاجه عن الاوستو كاينيماتك. طيب الاوستو كاينيماتك بالنسبه لي بالنسبه للسباين بتمثل في ثلاث حاجات تمام الموشن باترن وحاجه اسمها الكوبلنج تمام والانستنوس اكسس اوف روتيشن معناها ان الاكسس اوف روتيشن مش ثابت تمام. طيب ايه الموشن باترن ديت؟ الموشن باترن دي عباره عن الديسبليسمنت اللي بيحصل في الفيرتبرال بودي. يعني انت لما تيجي بتعمل فريكشن الفيرتبرال بودي بيتحرك شويه بيحصل ديسبليسمنت مش روتيشن. خلي بالك ديسبليسمنت يعني حركه تزحزحيه مش روتيشن دوران تمام فعشان كده اسمها موشن باترن. طيب الكوبلنج الكوبلنج ديت معناها ان انت بتعمل حركه تمام في بلان معين وبروح بتجمج معاها حركه تاني بس في بلان تاني. يعني البلانين البلان والبلان مختلفين وبتدمج الحركتين مع بعض. يعني حركه بتحصل مثلا في السكتر بلان روحت دمجت معاها حركه بتحصل في الترانسفيرس بلان تمام. فكده عملت حاجه اسمها كوبلنج ودي حاجه من الكاينماتكس بتاعت السباين تمام. يعني مثلا لما تيجي ايه انت ايه تيجي تعمل فليكشن وعايز تزود قيمه الفليكشن فبتعمل روتيشن يبقى انت كده دمجت فليكشن مع روتيشن فانت كده عملت حاجه اسمها كوبلنج تمام. دي صفه من صفات السباين. هنا بقى بنتكلم بالتفصيل عن الكوبلنج وعرفنا وهنعرف ان في منه نوعين حاجه اسمها الابيسيلاترال كوبلنج والكونترالاترال كوبلنج. طب امتى احدد ده ابيسيلاترال ولا ده كونترالاترال تمام؟ الابيسيلاترال معناه ان انت لما تيجي ايه تعمل الحركه وتيجي تعمل الحركه الثانيه هتمجها فيها يبقوا رايحين في نفس الاتجاه. يعني مثلا انا عملت فليكشن وهعمل فليكشن ناحيه الرايت بسيط فانا عايز ازود قيمه الفليكشن فاعمل روتيشن ناحيه الرايت تمام. مع ان ممكن برضو ايه ازود قيمه الفليكشن بان اعمل روتيشن ناحيه الليفت تمام. فان انا مثلا كنت هعمل مثلا زي مثلا ممكن اغير مثلا الفليكشن او اللاترال فليكشن زي السايد بيندنج تمام. وجيت عملت لاترال فليكشن بس عاوز ازوده تمام ورحت عملت ايه روتيشن ناحيه الرايت وانا كنت عامل اللاترال فليكشن ناحيه الرايت فكده بسميها ابس لاترال. يعني اتنين في نفس الاتجاه مش اتنين في نفس البلين تمام. يعني هما اوريدي اتنين في يعني حركتين في بلين مختلف عن بعض بس اتجاه الحركه سواء رايت او ليفت زي بعض تمام. والكونترال لاترال معناها ان انا مثلا عملت لاترال فليكشن ناحيه اليمين وعشان ازود اللاترال فليكشن رحت لف ناحيه الشمال بس مع اوريدي يعني حصل لي ايه لاترال فليكشن ناحيه اليمين تمام. طيب هنا بعدي عندي بيقول لي ايه حاجات بتاثر على السباينال كوبلنج زي الماسل اكشنز ووضع الارتيكولار فيست بتاعت الابوفيشال جوينت والاتشمنت اوف ريبس والستيفنس بتاعت الكونكتيف تيشو اللي حواليه دي لو بقت ستيفنس اللي هي ضامره شويه تمام
والجيومتري بتاعت الكيرف نفسه، يعني الكيرف اللي موجود في الاسباين ده برضو بيأثر على الحركات بتاعته. بعدين عندي تالت خاصية اللي هي الستانوس اكسس اوف روتيشن، تمام، او الاي اي ار. ده زي ما قلت لك معناها ان انت عندك دلوقتي، اصل الحركات اللي بتحصل في الروتيشن زي ما قلنا في السباين، زي ما قلنا دي مش حركات بتحصل كلها ايه، يعني سباين مش حتة واحدة، مش حتة واحدة فبيحصل في فليكشن على طول مثلا، لا ده هو زي ما قلنا فانكشن يونت بتشتغل، وبعدين فانكشن يونت فوقيها بتشتغل، وكذا وكذا كذا، فكلهم بيتجمعوا مع بعض. فنتيجة لكده، ونتيجة ان برضه بيحصل حركات الترانسليشن اللي قلنا عليهم سواء انتيرو بوستيرو او لاترال ميديال والحاجات دي، فبيحصل لي انستنوس اكسس، معناها ايه؟ ان الاكسس بتاع الحركة مش ثابت في مكانه، تمام؟ دي بس لكل في دي اللي موجودة في السلايد دي، تمام؟ بعدين عندي الاوستوكاينيماتيك زي ما قلنا، اللي هو الفليكشن والاكستنشن واللاترال فليكشن والاكسل روتيشن، وطبعا الحاجات الترانسليشن، تمام. دي هنا بقى بيقول لك ان هي بتحصل في السكت البلين والاراوند انهي اكسس. اهم حاجه ايه؟ الاسماء التانية دي، الاسماء التانية اللي هو ممكن ايه يجيبها لك بدل ايه الفليكشن والاكستنشن، بدل مثلا يقول لك فليكشن او اكستنشن يقول لك فورورد بندنج او باكورد بندنج، تمام، يعني فاهمها انت. اهم حاجه تحفظ الاذر ترمينولوجي اللي هو قال ممكن يجيبها لك في الامتحان. هنا برضو صورة توضيحية عن البلينز والاكسس اللي بتحصل حواليها، حوالين اللي يعني الحركة بتحصل في انهي بلين وفي انهي اكسس وازاي، تمام. يعني مثلا هنا ده الاكسس الروتيشن بيحصل حوالين ايه اللونجيتودينال اكسس، تمام. وهنا عندك ايه الانتروبوستيريو اكسس وبيحصل عليه اللاترال فليكشن والميديو لاترال اكسس، تمام، زي ما انت شايف. بعدين عندي الارثوكانيماتيك. الارثوكانيماتيك عندي ثلاث حاجات موجوده في الاسباين، الابروكسيميشن والسبيريشن والسلايدنج. سلايدنج معناها جلايدنج احنا عارفينها. طب ايه الابروكسيميشن؟ الابروكسيميشن معناه ان الفقرات تتقرب من بعض، تمام. ابروكسيميشن يعني تقريب، سبيريشن يعني ابعاد، تمام. فمعناها ايه الابروكسيميشن؟ الابروكسيميشن معناها ان الفقرات بتقرب من بعض، او الفاسيت جوينت بيحصل كلوزر ليه اكتر، تمام. طيب والسيبريشن معناها ان تفصل عن بعض، والسلايدنج ان هي احنا زي ما احنا عارفين يعني ايه يحصل لها جلايد فوق بعض كده، تتحرك، تحصل لها ترانسليت، تمام، سواء انتيرو بوستيريو او لاترال ميديال او سوبيريو انفيريو، تمام. هنا برضو ايه الامثله زي ما اقول لك، هنا مثلا الابروكسيميشن امتى بيبان؟ لما بتعمل اكسيال روتيشن، تمام، فال 1 وال 2 بيحصلهم ابروكسيميشن، بيحصلهم كومبريشر فوق بعض، تمام، بيضغطوا على بعض، فبالتالي بيحصل لي ابروكسيميشن وبتبان كواحده من ارثوكينيماتيك بتاعت مين؟ بتاعت السباين، تمام. طيب بعد كده بنتكلم عن اللاين اوف جرافيتي بيعدي فين خلال البادي، تمام. طبعا اللاين اوف جرافيتي ده خط وهمي، فهم ايه متخيلين مثلا ان هو بيعدي قدام النيو قدام الانكل وكده، تمام. فانا بيقول لك اللاين اوف جرافيتي بالنسبه لي ايدر بوشر، تمام، يعني واحد القوام بتاعه مظبوط، تمام، فهيقول لك هتلاقيه ان هو بيعدي قريب من الماستويد بروسيس بالنسبه للتيمبرال بون، بيعدي قدام السكند ساكرال فيرتبري، تمام، ده اللي مكان بتاع السو جي لو فاكرين في الشخص البالغ، بيعدي بوستيرو للهيب وانتيرو للني وانتيرو للانكل، وبيعدي في الفيرتبرال كولمان في كل منطقه بالنسبه للابكس بتاعها، يعني بيعدي مثلا في السيرفايكال وفي في السوركس وبيعدي في اللمبر، بس بيجي بيلمس مين؟ بيلمس مين؟ بيلمس الابكس بتاعتها، الحته الاكثر بروز منها، تمام، ودي هتبان في الصوره اللي بعدها في السلايد دي. او هنا مثلا ايه بيقول لك ان بيوضح لنا اللاين اوف جرافيتي على الشخص الايديال بالنسبه له، تمام، وادي هو مثلا بيعدي ايه عند الانتيرور سكند ساكرال فيرتبري بيهايند الهيب او بالسيرو للهيب وانتيرور للني جوينت انتيرور للانكل جوينت، تمام. طيب بالنسبه لحته الابكس، فعندي بيعدي هو عند السباين، تمام، فكل منطقه ليها ابكس، ليها جزء بارز منها، تمام، يعني مثلا اهو كده ايه ده السيرفايكال، ديت السوركس، تمام، وديت اللمبر. بالنسبه لي السيرفايكال في عندي اتنين فقرات بارزين اللي هم سي 4 وسي 5 او الابكس بتاع السيرفايكال سباين، فدي بيعدي عندها مين؟ بيعدي عندها وبيقدم مقارب ليها مين؟ تايم فور جرافيتي، تمام. طيب بالنسبه للسوركس بيعدي عند التي 6، تمام، بالنسبه لللمبر بيعدي عند ال 3، بتلاقيهم ملامس ليهم كده، تمام. هنا بنتكلم عن السباين كينيتكس، والسباين كينيتكس بندرس فيها القوى المؤثره على السباين.
طبيعي القوى المؤثرة على الأسبان واللي أنت لازم تحفظهم هما البادي ويت، تمام، والمصر أكتيفيتي نفسها، والستريس أو البري ستريس اللي مستخرج بواسطة الليجامنت اللي محطوطة حواليه، تمام، وممكن برضو إيه الإكسترنالي أبلايد لود، تمام، اللي هي الأحمال أو الأوزان اللي أنت شايلها من بره، أوزان خارجية، تمام، فاهمني؟ دول أهم حاجة لازم تحفظهم، تمام. طيب هنا برضو بيقول لي ان اللامبر سباين هي مخلوقه عشان تبقى اللود بيرنج اريا بتاعت السباين، تمام، وعشان هي لود بيرنج اريا واكتر ما تتحمل الالم والألم يعني اكتر ما تتحمل الاوزان الخارجيه بتلاقيها كومون سايت اوف بين، تمام، بتلاقيها كومون سايت اوف بين، يعني بتلاقي العيان دايما غالبا بيجي يشيل لك منطقه اللامبر او بيقول لك ايه اسفل الظهر وجاني، لو ردي اسفل الظهر ده مصمم ان هو ايه او بتبقى ايه المين لود بيرنج، اللود بيبقى واقع عليها هي على طول، تمام. بس كده اظن ايه المحاضرة خلصت. ايوه المحاضرة خلصت كده، وكانت محاضرة يعني لا استهان بها صراحة، وان شاء الله تكونوا فهمتوها وقدرت اوصلها بطريقة حلوة يعني، واشوفكم على خير، السلام عليكم.